مر وقت طويل كما تعلمون على ما تسميه الحكومة الحالية تحرير مدينة الفلوجة من تنظيم الدولة، وإلى الآن لم تزل القوات الحكومية الألغام المزروعة في أكثر من مكان بمنطقة الشهداء بالفلوجة، ما ينذر باحتمالية وقوع العديد من الانفجارات لا قدر الله في حال لم تجمع هذه الألغام وتنظف المدينة منها. منطقة حاليا منطقة الشهداء الثانية كل تم القومة مثل ما تشوفون. طبعا أنا هسه واصل هذا لقم، هذا لقم هناك العلامات إذا تشوفون هذا هم لقم البيوت رغم الخراب اللي بيها لكن ما زال بيها القام. الشارع اللي جاء أمشي عليه حاليا بوا كل القام، هاي كل القام لحزال القام وما حد جاي يوصل، وعدد الشهداء بهاي المنطقة اللي رجعوا وصل 35 شهيد لحد الآن رجعوا لبيوتهم، لكن نفس الحالة بيوت ملقومة مثل ما تشوفون. طبعا احنا جا نمشي ومثل ما تشوفون المنطقة خراب خراب دمار. هاي البيوت يعني هذا البيت هذا الخراب اللي بمنطقة الشهداء الثانية اللي هي أول منطقة تحررت بالفلوجة لكن لحد الآن ما متنظفة. أوائل راجعة